نقول انه هيدي الجرائم منها جرائم فردية، بالعكس هذا عنف يومي وموجه ومأسس وممنهج. نرفض، نتضامن، نتحرك. صوتك علي علي على حقوقك ما تتخلي، على حقوقك ما تتخلي. يوم الأحد 31 تموز 2022 احنا موجودين تحت جسر رينج لنظاهر ضد عنف السلطة. نحن أفراد نسويات وكويريات وكويريين نظمنا هذه المسيرة بعد سلسلة من الاعتداءات وسلسلة من العنف يلي تم ممارسته من السلطة، من المجتمع ومن الإعلام حتى بحق النساء، بحق مجتمع الميم ميم عين، بحق عمال والعاملات الأجانب وبحق اللاجئين. علي الصوت وعلي الصوت، علي الصوت وعلي هيدا الشيء شفناه آخر فترة، إن كان من خلال هجمات على الأشخاص الكوريين والكوريات من قبل مجموعات دينية متطرفة، أو إن كان تحريض على اللاجئين وسن قوانين وقرارات متعلقة بتحمل اللاجئين مسؤولية، وهون بصيروا هالفئات المهمشة كبش فدا للسلطات يلي كمان متواطئة من خلال عدم محاسبتها لهالأفراد أو من خلال عدم متابعتها حال الأشخاص المهمشين. صار في عم يطلع أكثر على الإعلام حوادث التحرش والاغتصاب، حماية للمتحرشين والمغتصبين، اللي بيحكي ضد التحرش عم يتم استدعائه على المحاكم وعلى التحقيق. فجايين نقول إنه كل القضايا أولوية، ما فينا نفصل ولا قضية عن الثانية. الأزمة الاقتصادية بتذكرنا إنه في شيء نسوي بتفكيرنا بالاقتصاد ما فينا نلغيه، وهذا الشيء بنشوفه من خلال زيادة العنف اللي عم بتصير، حالات القتل، حالات الاغتصاب، وكأنه مطالب النساء اليومية وحياتنا المعيشية إلى آخره هي جزء مش محسوب ومش جزء من المعادلة لما نحكي عن العنف الاقتصادي والسياسات التحقيرية والتهميشية. بدنا نضل بالشوارع نرفع الصوت ونفضح كذب السلطة ونفضح ممارسات هيدي السلطة القمعية الأبوية، بتتشارك بكل إذا بدك مكوناتها من سلطات دينية لمجلس نواب لأحزاب سياسية، كلها على قمع الحريات الفردية والحقوق، ولحتى نرفع الصوت نيابة عن كل الأشخاص يلي مش قادرين يكونوا معنا. Thank you.